لابد من هجرة، حكاية جديدة من حكايات العم حكيم عن غزالة اضطرت تعيش فجأة في الغابة. تفتكروا حصل معاها ايه؟ تعالوا نشوف. الغزالة الجميلة دي كانت عايشة في قفص في جنينة الحيوانات مع أولادها ريم وظبي ومها، وحواليها كان في أقفص كتير مليانة حيوانات. قفص فيه أسود على طول كسلانة، وقفص تاني فيه فهود وكانت هادية على غير عادتها. أما القفص اللي جنبها كان فيه الذئب وكان طول الوقت بيتحرك. وفي يوم سمعت الغزالة أصوات غريبة وبصت، لقت إعصار بيقرب. الإعصار ده عبارة عن عمود من الهواء بيلف بسرعة كبيرة جدا وممكن يشيل الحاجة ويكسرها. الغزالة قالت يا خبر، إعصار بيقرب. وفجأة الدنيا اتكسرت من حواليها والأقفاص طارت، وحست الغزالة أن الأرض بتلف وبتلف وبتلف وأغمى عليها. فتحت الغزالة عينيها، إيه ده؟ أنا فين؟ إيه اللي حصل؟ بصت لقت نفسها على أشجار الغابة اللي جنبها. بصت حواليها، فين ريم؟ فين زبي؟ فين مها؟ أهم. كل واحد كان على شجرة قريبة منها، لكن الغزالة لا بتعرف تطلع على الشجرة ولا تنزل من عليها، واحتارت تعمل إيه؟ سمعت أصوات بتقرب واتبسطت جدا لما لقيتهم القرود، فبصت لهم وضحكت وقالت يا ترى هل تحبوا تساعدوني؟ قالوا لها طبعا. وفعلا ساعدت القرود الغزالة وولادها إن هما ينزلوا. لما نزلت لقت ريم ومها كويسين، أما زبي كان متعور في رجله. راح واحد من القرود وجاب مية للغزالة وولادها، فشكرتهم الغزالة جدا. وبعد ما ارتاحت شوية فكرت وقالت الليل بيقرب، لازم أدور على مكان أنام فيه. فمشيت الغزالة ووراها أولادها، وبعد شوية تعبوا الصغننين من المشي فقعدوا مكانهم يرتاحوا، والغزالة كملت طريقها. وبعد ساعة لقت كهف صغير تحت تلة وقريب كمان من بركة مية، فقالت الحمد لله يا رب، مكان جميل جدا. رجعت مبسوطة لأولادها. لما رجعت لقت ريم بتعيط ومها عمالة تطبطب عليها، بس كانت قلقانة جدا لأن زبي قرر يروح لوحده يدور على مكان من غير ما يستأذن مامته. قعدت الغزالة تدور عليه طول الليل لكن ما لقيتهوش. ولما طلعت الشمس جاء واحد من القرود وهو بيعيط وقال للغزالة الذئب أكل زبي. الغزالة قالت إيه، مش ممكن، الذئب ده كان جارنا في جنينة الحيوانات، إزاي يأكل ابني؟ وقعدت تعيط. لكن القرد قال لها مفيش فايدة، انتي خلاص بقيتي في الغابة، لازم تاخدي بالك كويس وإلا هياكلكم كلكم. الغزالة رفضت تصدق كلام القرد وقالت أنا هشتكي للفهد. راحت عشان تشتكي للفهد، لقت الفهد أصلا بيجري ورا الحمار الوحشي. يا خبر، مش معقول، الفهد كمان مفترس، ده كان هادي جدا، أنا مش مصدقة، أعمل إيه أنا دلوقتي؟ أنا لازم أروح للأسد، هو ملك الغابة وهو اللي يقدر يساعدني. راحت الغزالة للأسد وحكت له اللي الذئب عمله واللي الفهد بيعمله. فالأسد بصلها شوية كده وبعدين قال عارفة بيقولوا إيه؟ إن لحم الغزلان طعمه جميل جدا، وفجأة هجم عليها عشان يأكلها، لكن الغزالة كانت أسرع منه وقدرت تهرب. رجعت الغزالة للقرد وقالت له أنت كان عندك حق، أنا خلاص بقيت في الغابة، لازم أخد بالي كويس عشان أعيش في أمان. ودلوقتي بعد ما سمعنا القصة الجميلة دي تعالوا نعرف مع بعض إيه اللي تعلمناه منها. أول حاجة إن زبي الصغنن لما مشي بعيد عن مامته وقع في خطر كبير جدا، عشان كده لازم أستأذن ماما وبابا قبل أي تصرف أعمله. تاني حاجة إن الغزالة ما كانتش بتتصرف صح لما افتكرت إنها تعرف كل حاجة عن الذئب والفهد والأسد من غير ما تتعامل معاهم، عشان كده لازم الإنسان يفكر كويس قبل ما يثق في أي حد ما يعرفهوش. لو عجبتكم القصة سبسكرايب ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد في القناة.